محافظو صلاح الدين يبحث الاستفادة من الخبرة الإيطالية بخارطة المدن الجديدة في الشرقاط وبيجي والطوز والدور، ويؤكد دعم تطوير الحضري. أهالي تكريت بين مصادرة أصحاب المطاعم والمحلات التجارية لأرصفة الطرق بالمدينة وتزايد حوادث طريق كركوك. تحذيرات من سيناريو لترهيب رأس المال الأجنبي باستهدافات بغداد الأخيرة، واتفاق سياسي يعجل تمرير البرلمان أبواب صرف الموازنة. ومع تحذيرات من حزيران ساخن، أصحاب العقود والمعاقون يتظاهرون، وكفيفة الناصرية أنوار تتفوق دراسيا بقلبها لا بعيونها.